المجهود ده كله بالتوفيق للجميع. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. محمد تعال هنا بقى، تعال اهو. يعني شايفكم بتدوا هو يعني حقن يعني محلول في الميه للحمام، يعني ايه المحلول ده او يعني وازاي بتجهزوا الحمام بتاعكم اللي سبق قبلها فتره؟ يعني المسافات الطويله دي بيبقى الوقت بتاعها ضيق، انت بتلم الحظيره زي ما شايف دلوقتي، احنا نعتبر الظهريه والحمام هيسيب تاني يوم الصبح حوالي الساعه 6، ففي فرق مسافه كبيره ان هو عمال الحمام يشرب والكلام ده كله، هناك صعب ان هم يسقيه لان ممكن يفتح الباب فرد حمامتين منه، والقفاص برضه احنا يعتبر هوايه، يعني احنا يعتبر كلنا بنساعد فيه، مش يعني مش حاجات مش مجهزه ان هي الاكل والشرب في القفاص، فاحنا بنساعد ان احنا نسقي الحمام ان هو تعوضه الفتره اللي هي بتاعت اللوفت اللي احنا بنسقيها، يعني مثلا في المسافات القصيره انا بسلم حوالي الساعه 7 المغرب او الساعه 8، الفرد ده مش محتاج منك حاجه، هو كده كده بايت بالليل ولا بياكل ولا بيشرب، فبيسلم جاهز للمسافه القصيره، المسافات الطويله احنا بنعوضه بقى ان انت هياخد مسافه سفر ووقت ومجهود، انت بتديله المايه ديت تكفيه حتى لتاني يوم بحيث ان هو ما يحاولش ان هو ينزل في الطريق وهو جاي يخسرك انت الوقت بمعنى صح. يعني انت محلول الجلوكوز ده يعني بيكفي معايا لحد ما ارجع من الرحله كلها؟ في حاجات ثانيه كتير، في حاجات ثانيه كتير بتتحط، في حاجات مخصوصه للحمام والحاجات ديت، بس سعر التكلفه بقت غاليه دلوقتي، احنا بندور على اي حاجه ان هي سعرها لا جلوكوز ومحلول دي حاجات على قد جيد كده برضه، دي يعني بتخلي بتدي الحمام باور ان هو يقدر ياخد المسافه يقطع المسافه كلها. بس بالنسبه لنسبه السكريات بترفع الجسم شويه الاوين، لكن طبعا قبل السبق طبعا الحمام بيصوم عن الاكل وكل حاجه عشان بعد شبه جاهز يوم السبق نفسه يوم التسليم تدي ربع الكلفه، يعني انا اكل الفرد 35 جرام 40 جرام طول الاسبوع، يوم التسليم نفسه بتدي له من 10 15 جرام، في 20 جرام بالكثير قوي. تمام، بالتوفيق ان شاء الله في السبق ان شاء الله. كان عندنا البطل محمد المليجي واخد اول مطروح تجمع الشرقيه، احنا كنا بنتغم واخد اول التجمع كله هناك. عندنا بيتحسب ازاي بقى يعني بيتحسب ازاي البطل من يعني من غيره يعني الحمام يعني الحمام بيتعرف ازاي ان هو كان ده جوصل الاول مين؟ في مسافات داخل تبع مسافات تبع الاتحاد، كل يعني كل لفت او كل مكان بيطير منه حمام بيجي لك حد من الاتحاد متخصص في الحاجه دي بيحسب لك مسافه، بياخد مسافه من عندك بالجي بي اس تسجل على البرنامج بتاع السبق نفسه، وبتتحسب بقى الفرق بينه وبينك كيلو، الحمام قطع مثلا كيلو ده فمثلا في جزء من دقيقه مثلا 40 ثانية أو 30، بيحسب بقى فرق المسافات، أنا بيني وبينك 40 ثانية، آخد منك 40 ثانية. بحسب السرعة بتاعتك. دقيت منك مثلا قبلك ب 10 ثواني وباخد منك 40 ثانية، يبقى أنا كسبانك ب 50 ثانية. بتحسب بالحاجات دي. اسم حضرتك الأول؟ اسمي طلعت سمير الفقي من سلسلة اللي هي منوفية. شاركين من الحمام ده بقى لنا من 2012 دلوقتي. سبق الحمام الزاجي. طيب انتوا يعني النهارده انتوا شاركين النهارده في السبق اللي هو عام 23 بكام كام حمامه النهارده او كام؟ حاليا دلوقتي يعني ممكن سكت 1000 دلوقتي يا كريم ولا قد ايه؟ حدود 1000 حمامه دلوقتي فرع منوفيه بس فرع سيرس بس سيرس بس حدود 1000 حمامه. طيب انتوا كان يعني خليكم طبعا باع كبير في المسابقات، خدتوا مثلا مراكز متقدمه كتير 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 جوائز كتير وكاسات كتير ودروع، يعني حسب الفرد ما بيحقق. عندنا اول مطروح سنه بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور هيثم شربان رئيس قسم الدواجن بإدارة كفر الزيات اللي مقام فيها السباق. السباق النهارده ده رابع سباق تقريبا يتعمل واخر واحد، مشترك فيه تقريبا 3000 حمامه و 3000 حمامه دلوقتي يمثلوا تقريبا 5 محافظات. طبعا احنا اهم حاجه عندنا كدور طب بيطري احنا دور وقائي ان احنا بنساعد على السلامة بتاعت وفحص الطيور، الأمراض الوبائية زي الإنفلونزا زي النيوكاسل، في برضك بنفحص حالة ظاهرية بنطهر المكان عشان خاطر ما يحصلش لو ما ينفعش نقل أمراض والكلام ده. طبعا احنا دورنا أساسا وقائي، وبالإضافة ان احنا برضك بنوعي لو في إجراءات احنا نقدر نوعيها للناس يعني بخصوص التربية أو بخصوص العلاج، بحكم ان احنا يعني احنا جهة طب بيطري مرض
تغذية وبقية الحاجات معها. يعني أهم حاجة هنا طبعا إن احنا لازم نطهر المكان تطهير جيد، بالإضافة إن احنا نفحص الحمام بشكل دقيق جدا حمامة حمامة، بحيث إن الجراح طبعا وفتحة الأنف والبق لو فيها في اعراض تنفسيه او اي حاجه في اللسان او 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 ده طبعا ده بنستبعد، المفروض نستبعد الطيور دي فورا يعني. طبعا دي ممكن المرض، بس هو الحمد لله رب العالمين الاستبعاد اللي احنا اشتركوا فيها كلها وده الرابع ما كانش فيه اي حاجه الحمد لله، والحاله تمام، ما فيش امراض اساسا منتشره اليومين دلوقتي في الحمام خالص كمان الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، كل سنه طيبين وان شاء الله نشوفكم السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله تم فحص الحمام يعني والله فحص الحمام، احنا كلنا كل الغواي الحمام ده عندهم شهادات طبيه وبيمصلوا ضد الفيروسات، وبيبقى عندنا لجنه حضرتك من الطب البيطري موجوده بشرفانا النهارده بتتاكد من صحه الحمام وجودته، لان طبعا نقل الحمام ده من كذا محافظه ممكن يسبب عدوى، فلازم نتاكد من صحه وسلامه الطيور المشاركه كلها. يعني كل مربي من دول معاه شهاده صحيه للحمام ما عدا ممصل جميع الامصال اللي هي الخطره زي انفلونزا الطيور والحاجات دي. طيب انت يا فندم يعني السباحه هينطلق ان شاء الله النهارده؟ ان شاء الله السباحه هينطلق الصبح الساعه 7 الا ربع من السلوم باذن الله، هنا التجمع بس. كل حمام يوصل كل حمامه بتوصل بيت صاحب بيت صاحبها في اي محافظه بقى ان كانت مش فارقه، يعني لما كل حمامه بتوصل لبيت صاحبها، واللجنه عندنا هي بقى بتحدد مين اسرع حمامه جت مع الحسابات، يعني احنا كل ده بحساب الكمبيوتر. بالتوفيق ان شاء الله. ربنا ما يحرمنيش منك وانت شرفتنا ومنور كفر الزيات، ومركز شباب كفر الزيات بيرحب بالناس والضيوف كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم محمد حرفوش منسق السباقات على مستوى الواجهي البحري في مسابقات الحمام الزاجل على مستوى الجمهوريه، ده سباق الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل، واحنا النهارده بيمثلنا النهارده على مستوى في مركز شباب كفر الزيات حوالي 5 محافظات، اللي هي محافظه الغربيه والبحيره ومحافظه الشرقيه ومحافظه المنوفيه، ويعني على اساس في بقى في تجمعات ثانيه في القاهره النهارده اليوم في الجيزه وفي الجيزه وفي القليوبيه، بس النهارده عندنا في مركز شباب كفر الزيات 5 محافظات، وكل ده هيتجمع ان شاء الله في سباق السلوم اللي هو اكبر سباق على مستوى الجمهوريه. يعني الحمد لله في 6500 حمامه النهارده هيخشوا السباق، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. محمد لو اتكلمنا عن يعني السباق يعني انواع الحمام المشارك والله هو الحمام المشارك كله نوع واحد اللي هو حمام الزاجل، لان ده اصلا ده حمام مخصوص للسباق، ده حمام زاجل بيجي مخصوص للسباق. طبعا انت لو تيجي تتفرج على هنا المصدر اللي احنا بنسجل فيه الحمام، لو تسجل بقى مع اللجنه اللي هي بتسليم الحمام، كل فرد بيتسجل رقمه ودبلته، لان كل فرد في رجليه دبله زي دبله العربيه كده ما بتطلعش من رجله، بحيث ان هو لما بيجي بيبقى في رجله الثانيه دبله مغناطه بتسجل التوقيت اللي جه فيه بالظبط. بناء عليه بنحسب المسافه على الزمن، بيديني السرعه، فبنشوف مين اسرع واحد كسب على مستوى جمهوريه مصر. بالنسبه بقى يا فندم يعني الجوائز اللي بتتم يعني الفائزين بقى يعني بتتم التقديم ازاي وبتحوز ازاي؟ ما هو حضرتك بقول لك المسافه على الزمن بيديني السرعه، فاسرع واحد على مستوى الجمهوريه هو اللي بياخد الجوائز. اللي عندنا جوائز معنويه كلها اللي هي بتبقى عباره عن كاسات ودروع وشهادات تقديريه وكده، لان دي طبعا ما فيش ماديات. احمد ابو عوف شرقيه، الفرد دوت من دم قيبر والفصيله الثانيه بتاع جانسون، ماشي فرده قويه كسبانه كام شهاده، ماشي كسبان ابلي والبحر. طيب المواصفات بقى اللي انتم يعني الخاصه في الحمام ده بيشارك يعني المواصفات بتاعته يعني بتبقى ايه بالظبط؟ هي المواصفات بتاعتها تبقى فرد قويه جناحها قوي، ماشي زي ما انت شايف كده اهو جناحها قوي اهو، وتلاقي ايه جناحها مقفول بقى جاهزه كده وتكون فهمتني؟ خش يا ابني ربنا يوفق كل واحد. واخد تلات الاقصر ورمى اسوان ورمى السلوم كم مره، واخد 7 السلوم، واخد 14 السلوم و20 السلوم، وكسبان برضو في قبل تلات الاقصر ورمى اسوان الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم وليد ياسين محافظة الشرقية، واحنا جايين النهاردة نشارك في الحدث التاريخي بالنسبة لسباق السلوم سباق جمهورية، ومعنا أبطال الشرقية كلهم هنا، وبالتوفيق للناس كلها إن شاء الله، ونتمنى التوفيق للناس كلها وربنا يوفق يا رب.
واحنا في مهرجان الحمام ولا هي متعودين كل سنه ولا لا؟ احنا الحمد لله كل سنه، يعني الشرقيه لها اسم ولها تاريخ في السبق دوت على مدار السنين كلها، والحمد لله يعني لنا نتائج مشرفه على مدار السنين. ده نوع حمام واحد بتشاركوا بيه ولا اي نوع ولا؟ لا هو مش نوع حمام، يعني هي سلالات مشتركه وبتتلقى على بعض وبتجيب الحمام اللي احنا بنسابق بيه، وكل حاجه ولها شغلها. يعني ده حمام مخصص للسبق بس، يعني ده زاجل سباق بس بيبقى سلولات بقى متركبه على بعض وكده، بس هو في المجمل ده حمام زاجل سباق بس. وبالتوفيق للناس كلها ان شاء الله.